معايا بطاطس مسلوقه بقشرها، وبعد كده قشرناها وقطعناها مكعبات، وبعد ما قطعناها مكعبات حطيتها في التلاجة عشان تشد معايا شويه. معانا ايه كمان؟ ثوم مفروم هينزل على طول على الطاسه. حبه الكزبره اتحطوا على الثوم. صلصه الطماطم، ثانيه واحده. حبه الميه السخنين، حبه من الكاري. عارفه الوصفه دي فاضل لها ايه؟ ها؟ انت صوتك مش معايا. فاضل لها قرن فلفل حامي، بسرعه حد يجيب لي قرن فلفل حامي. شويه من الملح، حبه من الفلفل الاسود، اي حاجه مفروم ماشي. بعد ما حطيت ده كله على النار شويه الشبت. هتلاحظوا ان انا لما جيت اقلب انا شلت البطاطس من الصينيه من على النار. شلت الصينيه من على النار، ليه؟ علشان انا عايزه البطاطس ما تستويش، هي استوت واتسلقت وتمام وزي الفل، فانا مش عايزه اكتر من كده بالشكل ده كده.